السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتكم لو سوتيان سكولير افيك نور. اليوم ان شاء الله معنا في درس جديد في الكوميونيكاسيون او تقنيات التواصل باللغة الفرنسية. فمرحبا بالناس الجداد ومرحبا كذلك بالناس القدام، وشكرا على تفاعلكم وشكرا كذلك على اخلاصكم للقناة. اليوم ان شاء الله الدرس ديالنا يعني في حصه تقنيات التواصل او الكوميونيكاسيون باللغه الفرنسيه غيكون جمع الاثنين كالعاده. كنعطيكم واحد الفعل اللي كتستافدوا منه وكذلك اللي كيساعدكم في التواصل باللغه الفرنسيه. الوغ كما وعدتكم اخر مره غنبداو ان شاء الله نتحدثوا على واحد الافعال اللي تقدروا تستعملوها يوميا، يعني كتساعدكم في التواصل اليومي اللي كتحتاجوها باش تكلموا على شي مسائل اللي كتقوموا بها يوميا، كالروتين الصباحي، الروتين المسائي، روتين العمل، روتين المدرسه. على جميع هاد الروتينات ان شاء الله غنحاولوا اننا ماشي غنقوموا بها كجميع القنوات، ولكن غنحاولوا اننا نتحدثوا بها ولا نعبروا عليها باللغه الفرنسية. ألوغ مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو، وكنتمنى أنه يكون في المستوى وتكون منه إفادة إن شاء الله. نحاولوا كالعادة أننا نخدموا دي فيرب، يعني أفعال باللغة الفرنسية مشروحة بالدارجة واللي كتمكننا أننا نتواصلوا باللغة الفرنسية. يعني كنحاول أنني دائما نبسط لكم المسائل باش تستافدوا منها. ألوغ كما تحدثت يعني في المقدمة أننا اليوم إن شاء الله غنتحدثوا على الروتين الصباحي ولكن باللغة الفرنسية. ألوغ أول حاجة كنبدأ بها الروتين الصباحي ديالي هو الاستيقاظ كما العادة، كل شيء كيفيق في الصباح. ألوغ الفعل اللي غنخدمه اليوم إن شاء الله باش نعبروا على هذه المرحلة هذه هو je me lève. je me lève. je me lève à 7h. je me lève à 8h. je me lève à 6h. alors هذا le verbe je me lève، هذا c'est le verbe se lever. كان يعني بالدارجة كنقول كنفيق، استيقظ على الساعة السابعة، استيقظ على الساعة الثامنة، استيقظ على الساعة السادسة صباحا. الوغ جو مو ليف، جو مو ليف، استيقظ باللغة العربية وكنفيق باللهجة الدارجة. ثاني فيرب الوغ استيقظت فقت. je me lève. Après, qu'est-ce que je fais? Je prends une douche. Je prends une douche. يعني كندوش، يعني باش منين كنفيق من بعد هالمرحلة اللي كتجي من بعد هي ديال الدوش، يعني كندوش. Je prends une douche ou je me douche. Alors عندنا لي دو فيرب، كنستعن بلو فيرب prendre باش نعبر على يعني على هذه المرحله، وكنستعن كذلك بلو فيرب se doucher. alors كنقول je prends une douche ou je me douche. عندي كذلك لو فيرب se laver. je me lave les mains. je me lave les dents. alors هنايا pour les dents كنمكن ليا نقول je me lave les dents، ونقدر نقول je me brosse les dents. je me brosse les dents. je me lave les dents يعني كنغسلهم، كنحك سنيناتي. je me lave les mains يعني كنغسل اليدين ديالي. je me lave les mains. المرحله اللي كتجي من بعد je me coiffe. je me coiffe. alors je me coiffe هي كنمشط الشعر ديالي، ومشط شعري يعني كنمشطو. je me coiffe. je me coiffe. après je m'habille. je m'habille يعني كنلبس حويجاتي، البس ملابسي. je m'habille. je m'habille بي يعني كلبس ملابسي. alors اخر مرحله je prends mon petit déjeuner.
Je prends mon petit déjeuner. يعني كنفطر. يعني أتناول فطوري. أتناول فطوري كنفطر. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. كانت هذه هي الافعال اللي كنخدمها في الروتين الصباحي ديالي باللغه الفرنسيه. غنعاودهم لكم بالفرنسيه، وكما شفتوا راني في المرحله الاولى شرحتهم بالدارجه، وحاولت انني نشرحهم كذلك باللغه العربيه بالنسبه للناس اللي ما كيفهموناش بالدارجه. الوغ غادي نحاول انني نعاودهم لكم من الاول. Je me lève. Je me lève. Je prends une douche. Je prends une douche. Je me douche. Je me lave les mains. Je me lave les mains. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Je me coiffe. Je me coiffe. Je m'habille. Je m'habille. هذا الفيديو حاولت انني نعطيكم بعض الافعال اللي كنعبر بها على الروتين الصباحي ديالي باللغه الفرنسيه. الوغ الفيديو القادم ان شاء الله غيكون كذلك على افعال كيمكن ليا نستخدمها باش نعبر على الروتين المسائي ديالي، يعني اي حاجه كنديرها في المساء شنو هما الكلمات، شنو هما لي فيرب اللي نقدر نخدمهم باش نعبر على هذا الروتين المسائي. الوغ كنتمنى يعني انكم تكونوا استفدتوا معايا، وكذلك بغينا نرحبوا بالناس اللي التحقوا بنا جداد ونقول لهم مرحبا بكم. واللي ما شافش يعني كيجيوني بعض الاسئله في التعليق اللي يعني الاجوبه ديالتها كاينه في الفيديوهات ديال القناة كاملة، يعني كاين اللي كيسولني على الاول ابتدائي، كاين اللي كيسولني على الرابع على الخامس، يعني هذه المسائل كلها تحددت عليها يعني في بداية القناة. كنت خصصت بعض الفيديوهات يعني اللي كانت على جميع الاقسام الابتدائية. الوغ الناس اللي يعني التحقوا بنا جداد يعني شوفوا الفيديوهات القدامين باش يعني اي حاجة ما لقاوش بديك الفيديوهات عادي يكتبوها ليا في التعليقات. الوغ كنتمنى انكم يعني تكونوا بصحة جيدة وتكونوا يعني بخير، ومن هنا للفيديو القادم ان شاء الله. خليتكم على خير ودمتم سالمين.